المحاضرة التانية اللي هنجمعها إن شاء الله مرونة الطلب على العمل والعوامل المؤثرة فيها. الأجزاء اللي مطلوب من حضراتكم تجمعها مرونة الطلب على العمل والعوامل المؤثرة فيه. أول حاجة مرونة الطلب على العمل الأجرية، فبتمثل مرونة الطلب على العمل مدى استجابة الطلب على العمل للتغيرات اللي بتحدث في الأجور الحقيقية، وبتقيس مرونة الطلب على العمل من خلال حاصل قسمة نسبة التغير في كمية الطلب على العمل على نسبة التغير في معدلات الأجور الحقيقية. تاني حاجة عندي هنا مرونة الطلب على العمل التقاطعية بالنسبة للأجر. المؤسسات الاقتصادية بتستخدم عناصر الإنتاج في العملية الإنتاجية، أهمها العمل ورأس المال، فهو ممكن هنا يتأثر حجم العمالة المطلوبة بالتغيرات اللي بتحصل في أسعار مجموعة العمل الأخرى، فبتؤدي زيادة معدل أجر النجارين إلى نقص في بناء المنازل عموما. ده الأمر اللي بيؤدي لنقص في الطلب على عمال تركيبات المياه. تالت حاجة عايزين نعرفها هنا إيه هي العوامل المؤثرة في مرونة الطلب على العمل بالنسبة للأجور. مرونة الطلب على العمل بالنسبة للأجور بتزيد في الحالات التالية: كلما بيزيد مرونة الطلب السعرية للسلع المنتجة، كلما ارتفعت إمكانية استبدال العمل بعنصر إنتاج آخر، كلما زادت مرونة منحنيات عرض عناصر الإنتاج الأخرى، كلما ازدادت نصيب أجور العمال في إجمالي تكاليف إنتاجية.